ديما معاكم وزير التفاؤل مع انتي وبرجك والحمل اليوم. نقول لك يا حمل اليوم احسن حاجة تعملها وانك تكون في طاقة ايجابية وتبعد على الاستفزاز وعن الناس المستفزين وعندك ازدهار في الاعمال. ما تخافش وما تترهبش بالمطالبة بحقوقك، اطلب حقوقك العملية والمهنية. كذلك كان عندك فلوس عند ناس اطلب حقك، عندك حق باش يرجع لك، ويمكن ان تحقق هدف مالي. اليوم بالذات عندك استقرار يمنحك الفرح في دارك ومع شريك العاطفي، اجواء حميمية ورومانسية. الثور اليوم انت مليان بالاثارة العاطفية وتكون كاريزماتيك وساحر يا ثور، وخاصة امرأة الثور قد تكون عندك مسحة خاصة اليوم جمالية. ركز يا امرأة الثور على شعرك، قص شعرك، غير لوك، اعمل اي حاجة تجميلية باش تكون متألقة اليوم. وعلاقتك مع الشريك فيها تحسن، ومن ناحية الدراسية فما تميز في الدراسة، كذلك السفر الخارجي فما تحلحل في موضوع سفر، وعلاقاتك الخارجية تكون جيدة، وقد تلتقي بشخص عنده عقلية مختلفة وعندك تحول روحاني. الجوزاء اليوم تبع الحدث بتاعك يا جوزاء، وما تخافش من حد شيء، قد تدخل بعلاقة حب من خلف الكواليس وتشعر بثقة وقوة للمرة الأولى في حياتك. تبع الحدث نتاعك والعلاقة هذه كتقول على السوسيال ميديا. ماليا الفرص إيجابية لديك في العمل، الأمور مرضية وطيبة، اللون الأزرق يليق بك وبك يا برج الجوزاء. السرطان اليوم بالذات يمكنك باش تنجح وتجد الحلول وتصحح الأخطاء القديمة. اجتماعيا عندك قبول وعندك الكثير من التواصل الاجتماعي، التواصل هذا باش يكون اون ديريكت وعلى السوسيال ميديا كذلك. قدم خطوة الى الامام مع الشريك، وانت راك اليوم باش تحقق امنية. يمكنك لم الشمل مع عائلتك وخاصة مع احد اخواتك والا اولادك ولا اي واحد من العائلة، فما لم الشمل وفما ان شاء الله جو عائلي مفرح ليك انتي. الاسد اليوم عندك نشاط وحيوية في مهمة تأديها في خدمتك، وان شاء الله الامور تمشي في صالحك وفما تصحيح المسار حياتك الكل. وان شاء الله البعض منكم عودة لعمل سابق ولا تعامل مع ناس كنت تعاملت معهم في السابق، وباش يعيدوا ثقة بيناتكم والأمور تكون جيدة، خاصة إذا كان عندك موضوع بيع وشراء وأخذ وعطاء واستثمارات. وإذا كنت أنت تخدم على الخارج ولا بالخارج ولا من الخارج، فما خير جيك من خارج البلد في العاطفة، فما استقرار عاطفي، شوية مشاحنات مع الشريك، لكن زوبعة في فنجان والفنجان يقعد ديما فنجان. عذراء اليوم عندك تواصل اجتماعي، محادثات ممتعة تمنحك الفرح يا برج العذراء. أنت محظوظ في التواصل اليوم، وإن شاء الله فما دخل وكسب مادي جديد يدخل ليدك، وفما برشا مصاريف كذلك. حاول باش توازن ما بين المصاريف والنفقات وبعد على التوتر والعصبية يا برج العذراء. انسجام مع شريك. الميزان اليوم انت ذكي برشا وتشعر بطاقتك، فما رسائل ومراسلات مع الأصدقاء أو مع ناس مهمين. كن حكيما يا برج الميزان، وفما أمور سفر معلقة أو مؤجلة اليوم جيك أخبار عليها، وفما أحوال باش تتحسن، وفما الكثير من الحركية على السوسيال ميديا. كذلك البعض منكم تغيير سيارة أو صيانة سيارة أو شراء حاجة إلكترونية، خاصة الموبايل، وانتبه يا ميزان من ضياع أغراضك اليوم. العقرب اليوم انت واقف على أرض صلبة يا عقرب، الأمور كلها في صالحك،
فترة إيجابيات وفترة تحقيق الأمنية، وعندك استقرار عاطفي وعائلي، لكن في العمل انتبه من طاقة قيل وقال وضرب اللسان ورد الكلام، انتبه من ناحية هذا في العمل، وممكن طاقة شوية غيرة أو مشاحنات في العمل، حاول باش تكون ذا صدر رحب يا برج العقرب. اللون الأحمر يليق بك وبك يا برج العقرب. ودع فترة الهواجس، اليوم يوم بتاع مواجهات وكلها لصالحك. القوس اليوم أنت تستمتع اليوم بالتجديد العاطفي والفكري، وتتخلص من قلق قديم، وقد تتعرف على ناس جدد، والناس الجدد هذوما يعطيوك طاقة جديدة وأجواء رومانسية أكثر من الرائعة تعديها مع الناس اللي تحبهم، وخاصة مع الشريك العاطفي. للبعض منكم فما خطة جديدة باش تخطط أنت والشريك متاعك لشراء منزل أو شراء سيارة أو شراء شيء مشترك بينك وبين الشريك، تخطيط جيد. وتوا اليوم مش نقول لك مبروك، لأنك باش تمضي عقد عمل أو عقد شراء أو أي نوع من أنواع العقود، إن شاء الله جايتك فيها خير وبفرة ورزق ليك أنت، يوم مميز وتشعر بالطاقة والنشاط. الجدي اليوم أنت بطبيعتك هادئ، لكن فما شكون باش يستفزك اليوم، حاول باش تركز على الهدوء وخاصة في العمل، وبينك وبين زملاء العمل خلي شوية تواصل وشوية مرونة. عندك إن شاء الله ترقية أو سماع الأخبار فيه ترقية، وفما تعارف ومصادفات باش تكون لصالحك اليوم من الناحية العاطفية. كذلك فما شكون باش يدعمك وانت تدعم الآخرين، وإذا كنت تشعر اللي انت بحاجة للمساعدة اطلب المساعدة يا جدي، واطلب الاستشارة من الناس اللي يحبوك، والناس راهي تدعمك وتحبك. وقد تكون انت باش تتحصل اليوم على حاجة ياما تمنيت تتحصل عليها، عندك انتصار في قضايا خاصة قضايا قانونية، يوم رائع ليك يا جدي بالحظوظ الوفيرة. برج الدلو اليوم بالذات مرحلة أفضل بكثير من اللي كنت فيها قبل، شخص حواليك يخرج بالصمت متاعه ويقدم لك كاس الحب ويعبر لك على إعجابه بيك. الشخص هذا نجم يكون شريك عاطفي وإلا صديق، ولا حتى شخص معجب بيك هكا إعجاب خاص. والناس اللي يخدموا في الميدان الإبداعي اليوم عندك شهرة في اسمك، كذلك نجاح دراسي مميز ليك أنت يا برج الدلو. أخيرا تخرج من التقوقع بتاعك يا برج الدلو، أطلب تطاع الحظوظ من اليمين إلى الشمال معاك يوم اليوم نهارك يا برج الدلو. الحوت اليوم، الحوت عندك تصحيح الكثير من المشكلات خاصة في أسرتك، وخاصة باش تلقى حل مع أمك ولا أبوك، ولا يعني فما جو جيد مع والديك يا برج الحوت. بالإضافة إلى أنك باش يدخلك كسب ورزق وشيء مادي اللي إن شاء الله باش تكون فيه انفراجة مادية بعد الضغط اللي كنت فيه، وفما احتمال كبير لإعادة اتصال بشخص من الماضي. الماضي يطرق بابك، لكن المرة هذه بروح جديدة بنفس جديدة ليك انت يا حوت، واللون الأزرق يليق بك وبك، وتطلع بير تعبد بير تخفك جناح الطير، اللي يحبه ربي هو اللي يصير.